وحول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وأهم هذه الفعاليات معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك اليوم. أهلا يوسف، بعد التحية يعني الأجواء لا زالت جميلة هنا في مدينة العلمين الجديدة في إطار متابعتنا لمهرجان العلمين الجديدة في الانطلاقة القوية والأكبر في الشرق الأوسط لهذا المهرجان. نتابع معكم تحديدا في هذه الخدمة الإخبارية ما نراه الآن في هذه المنطقة المحيطة بنا للمكان الذي سيستضيف الحفل الخاص بالفنان تامر حسني يوم الجمعة القادمة. نرى يعني خلية نحل من العمال التي تسابق الزمن بالتنسيق بالطبع مع إدارة المهرجان، الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بهذا الحفل. هذا المكان في العلمين أرينا الذي يطل مباشرة على الممشى السياحي الذي نتواجد به الآن، فهناك التجهيزات تتم للانتهاء منها في أسرع وقت لاستقبال الزائرين الذي يعني من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير لحضور هذه الاحتفالية. وهذه هي الاحتفالية الأولى في إطار الفعاليات الفنية التي ستكون خلال هذا المهرجان، هذا بالإضافة إلى المكان الآخر أيضا الذي انتهى من الفعاليات بعض الفعاليات الرياضية منذ أيام. نتحدث عن أن المنطقة التي كان بها أيضا فعاليات بطولة التيكبول وجيل التحدي الذهبي هي من أهم المراكز الخدمية على الساحل الشمالي وفي مدينة العلمين الجديدة، وستقدم أيضا خدماتها الترفيهية والتجارية في خلال الأيام القادمة، وسيكون هو المركز التجاري الأكبر بطول الساحل الشمالي ومدينة العلمين. وسيشهد هذا المكان كان أيضا خلال الفترة القادمة عرض لأشهر 10 مصممين أزياء في الوطن العربي، بالإضافة إلى توزيع جوائز العالمين الذي سيكون في ختام المهرجان في يوم 26 من أغسطس المقبل. حركة الزائرين والسائحين سواء من مصر أو حتى من مختلف دول الوطن العربي والعالم يتجولون في هذا الممشى السياحي، خاصة مع يعني انخفاض درجات الحرارة هنا في مدينة العلمين الجديدة والتمتع بالحالة أو الشواطئ الجميلة الموجودة، حيث تتمتع مدينة العلمين بوجودها على ساحل البحر المتوسط. وهذا بخلاف هذا الممشى السياحي أيضا يوجد كورنيش البحيرات الذي يتكون من بحيرتين هامتين يعني تقدم أيضا خدماتها الترفيهية للمواطنين وسيتشهد هذه المنطقة أيضا بعض الفعاليات الخاصة بالبطولات الرياضية أيضا وبعض الفعاليات الترفيهية التي ستكون موجودة خلال الأيام القادمة. على أن إدارة المهرجان أعلنت عن انطلاق حفل الفنان أحمد سعد. نعم زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.